شكري يؤكد تواصل الاتصالات مع الأطراف المعنية كافة من أجل التوصل إلى وقف فوري للتصعيد في قطاع غزة. مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة لبحث الوضع في فلسطين بمشاركة مصر. إحصاء لرويترز يؤكد إصابة أكثر من 162 مليون و120 ألفا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم. الثانية صباحا منتصف الليل بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. بحث وزير الخارجية سامح شكري خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان التطورات المتسارعة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية وما يشهده قطاع غزة من تصعيد. وخلال الاتصال استعرض الوزير شكري آخر الجهود التي تجريها مصر مع الأطراف المعنية كافة من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف إراقة الدماء. كما اتفق الوزيران على الإبقاء على التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة في الأطر والمحافل كافة من أجل إنهاء التصعيد العسكري على قطاع غزة ومنع تدهور الأوضاع إلى مواجهة شاملة سيكون لها تداعيات وخيمة على مجمل السلم الإقليمي. هذا وأكد الوزيران على أهمية العمل على استئناف جهود السلام باعتباره المسار الأساسي الذي يضمن حل الدولتين ويحقق الحقوق الفلسطينية المشروعة كافة. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة لبحث الوضع في فلسطين بمشاركة مصر. وصرح السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة لمراسل إكسترا نيوز في نيويورك بأن هناك اتصالات مكثفة جارية ومتابعة دقيقة مع الأطراف المختلفة بالأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن للتعامل الفوري مع التطورات المتلاحقة والأزمة المتصاعدة في القدس وغزة في ضوء التحركات الرفيعة المستوى التي تقوم بها القاهرة في هذا الشأن. وأكد إدريس لإكسترا نيوز أن مشاركة مصر تأتي في ضوء دورها المحوري في الشرق الأوسط ودعمها المستمر للملف الفلسطيني. أبدى السكرتير العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش انزعاجه الشديد لحصيلة القتلى المدنيين في غزة. وقال ستيفان ديجاريك المتحدث باسم السكرتير العام في بيانه إن غوتيريش أبدى قلقه من تدمير غارة جوية إسرائيلية بناية في مدينة غزة كانت تضم مكاتب للعديد من المنظمات الإعلامية الدولية. وأضاف أن السكرتير العام حذر من تزايد أعداد الضحايا المدنيين لا سيما بعد مقتل 10 أفراد من نفس العائلة من بينهم أطفال في غارة جوية إسرائيلية الليلة الماضية. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن استشهاد مواطنين متأثرين بجروحهما ليرتفع عدد الشهداء في القطاع منذ بدء الهجوم الإسرائيلي إلى 145 شهيدا. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية تأكيدها أن من بين الشهداء 41 طفلا و23 سيدة، مشيرة إلى إصابة 1100 شخص من بينهم 38 إصابة بالغة الخطورة. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 760 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 180,577 حالة. وأوضح دكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية أنه تم تسجيل 1203 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، لافتا إلى وفاة 63 حالة جديدة. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 244,520 شخصا من ضمنهم 14,269 حالة وفاة. أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 162 مليون و120 ألفا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم. وبحسب الإحصاءات فقد وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من 3,500,000، مبينة أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في ديسمبر من عام 2019. مشاهدينا، كان هذا كل ما لدينا من أخبار في هذا الموجز، وللمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. شكرا لكم.